الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذا السؤال، وأنا أشكر الغرفة. في النهاية معرض صنع في قطر يقام على هامشين، يقام سنة في داخل قطر وسنة في خارج قطر. هذا كان خيار جيد من الغرفة لنشر وتوعية الدول المختلفة عن المنتجات المحلية. هناك عدد من المبادرات الموجودة، سواء على طريق وكالة قطر ترويج الصادرات لدعم المصدرين القطريين وأخذهم في جولات بي تو بي وماتش ميكينج لزيادة فرصهم للتصدير للدول المختلفة. هناك أكثر من 20 مشاركة عالمية تقام على مدى سنة، هناك جدول كامل موجود، بالإضافة إلى دور الوزارة والغرفة في دعم بيئة الأعمال ككل، سواء كانت تخفضت تكاليف ممارسة الأعمال لزيادة تنافسية هذه المنتجات في دولة قطر، تحفيز شركات لزيادة التوطين والقيمة المحلية المضافة. مشروع توطين التي طرحته قطر للطاقة كانت بداية جيدة، والآن سيتم توسيع هذا البرنامج ليشمل جميع المشتريات أو بقية مشتريات الوزارات والجهات الحكومية في الدولة. الهدف اليوم هو زيادة تنافسية القطاع الخاص والمصنع المحلي، أنه لا يتكئ فقط على الدولة، تكون هناك منتجات ذات قيمة ذات جدوى اقتصادية تستطيع أن تنافس محليا وعالميا.